طيب آخر خبر معايا برضو، ما زلنا مع الكهرباء اللي قررت الحكومة النهاردة بخصوصها تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا بدءا من غد مع انطلاق الامتحانات. دكتور مصطفى مدبولي النهاردة عقد اجتماع لمتابعة الخطة على مستوى الجمهورية، حضر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الوزير الرائع الحقيقة اللي أفاد مصر كثيرا جدا جدا في ال10 سنوات الماضية، المهندس طارق الملا أيضا شخصية مهمة، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء مصر، دكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، المهندس محمود النقيب نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء مصر، المهندس ياسين محمد نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات، المستشار الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء قال انه الحكومة ثانية واحدة بس عشان انا عايز اشوف حاجة هنا. المستشار محمد الحمصاني اصبح هو دلوقتي المتحدث باسم مجلس الوزراء، انا تصورت في الخبر الماضي انه بخصوص وزارة الكهرباء. المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء صرح بأنه الحكومة استجابت لعدد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية وعدم انقطاعها عدم انقطاع الكهرباء ليلا بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، وأشار إلى أنه استجابة من الحكومة لترك المطالب سبق أن وجه دكتور مدبولي بسرعة العمل لتحقيق هذه المطالب من خلال تنفيذ خطة الأحمال في ساعات النهار فقط. أنا عندي سؤال حقيقة، والحوار ما زال حول الطلبة الغلابة. طب أنت لما تقطع كهرباء بالنهار مش هو بيعتمد على إنترنت علشان يذاكر وأنت موديله تاب، يعني قايل له التابلت ده تذاكر منه وتيجي تمتحن؟ طب ما هو يعني ما الكهرباء ما تقطعش، طب والنت هيعمل فيه ايه؟ سؤال وجيه صح؟ مش بتاعي يعني، حد قاله لي فقلت يعني اطرحه على حضراتكم يعني.